هذه أرض المطارات وهذه الطواقم الطبية تعمل، ونشاهد بشكل واضح أمام الكاميرا ما يحدث. الكثير وأغلب الحالات هنا هي إصابات للأسف خطرة، ولكن أحياناً يقوم الطواقم الطبية هنا بإخراج بعض الحالات بالتصفيق، فهم شفوا من هذا الفيروس ويستقبلونهم في الخارج. هذا الزجاج الذي يفصلنا نايف عن هؤلاء الضحايا أو هؤلاء المصابين، خلفه مجزرة. وكما تشاهدون المطار خالٍ أو شبه خالي عدا بعض المسافرين الذين اضطروا إلى قدوم إلى هنا لركوب طائرات خاصة اضطرارية لنقلهم إلى بلادهم. El regreso habrá de ser progresivo. Necesitaremos una adaptación antes.